طب نحن ايه قد ما قلتي له ما يفوت ما يفوت مش رح يفوت. ايه لانه انا بعرفه هو بيستحي وما بيحب هالقصص صراحه. شاكو ماكو مع طارق العريان. بلا بلا أهلاً 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 والله نورت. أهلا يا أهلا. طارق العريان مساء الخير. مساء النور. ألف مبروك أول شيء. الله يبارك فيك. ليه أصولة مستحية وعم تقول إنه لا ما تحرجوه؟ لأني عادة يعني ما بحكي بحياتي الخاصة. طارق العريان حضرتك اسم لامع ومخرج غني عن التعريف، ما بحب استعمل هالتعبير غني عن التعريف، بس وقت بنحكي عنك فيديو كليباتك والأفلامك بتحكي عنك وبيعك الطويل بمجال الأوديو فيجوال السمع البصري وخاصة الإخراج الفيديو كليب. شو بك يا أصالة؟ هي شانتال عم تركب ميكروفون، هي اللي بتحكي عنك. طبعا انت معروف، بس اثر هالخطوه خطوه الزواج مع أصالة نصري ما ضل في حدا ما حكي، كنتوا موضوع صحافي. بس انت على طول التزمت الصمت، يعني ولا مره صرحت، ليش؟ يعني مش عارف اقول لك ايه، بس يعني اتجوزت كذا مره، وانه حياتي الخاصه دائما انا مخرج مش 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 ممثل او بس انت بدائره الضوء. تمام، بس شغلي هو اللي باين دايما مش انا شخصيا. يعني لو هطلع اتكلم هتكلم عن شغل، مش هتكلم عن شو حياتي الخاصه. ايمتى اول نهار حبيتها لاصاله؟ يعني حبها قبل ما يشتغلوا سوا. اول نهار حبيتها بالعكس والله. لا والله العظيم انت ما كنت عارفه بعد، بس لا هو كان هو بيحكي لي انه كان هو قال لي مره، قال لي هي اصاله لذيذه كثير هالمره. طارق انت اول نهار حبيتها لاصاله حسيت انه واو اي ام ان لاف وذ اصاله؟ من كم يوم والله انه كل يوم بحس بكذا. لا يعني كل يوم تكتشف انك يعني بتحب اكثر. ليه بتسالها دائما ليه اصحابك شباب؟ انا بسالها ليه اصحابك شباب؟ هي قالت لي. انت قلت لي كذا؟ ما بيحكي عن شو متضايق، يعني كثير بيحترم مساحة الحرية اللي حكينا فيها، فهلا عم بحرجه مشان نضله محترمة ما يغير رأيه. طارق العريان رح تدخل عالم الإنتاج الغنائي كمان، يعني دخلت هذا العالم، وقريبا أصالة ألبومة وعلى السي دي رح يكون صورة أصالة وطارق العريان مع بعض على السي دي الجديد تبع أصالة. إيه أو لا؟ أصالة قولي إيه. نحن يعني مو انه حنتصور على ال هي كانت فكره انه يتصور وشي من هون. وين المصور؟ وين وائل؟ وائل قبل تعال لك وائل. ايه نعمل كفر السي دي من هلا. تعال حنصورنا من هون. يلا اجيك شغل وائل. يعني شوفوا شو فكري. انه فكري هيك بدي اتصور. كيف كيف؟ هيك وش ما باين. ببين راسه من ورا لطارق. بس هبقى ظبط من ورا. ايه فهيك بدنا نتصور، وحتى اذا يعني انه هيك يعني ما باين هو رح يمثل بالفيديو كليب. رح تمثل طارق؟ لا كمان باين من ورا نفس الطريقه. طارق تعرفت على ايمن الذهبي طليق اصاله؟ ايه تعرفت عليه زمان. من زمان؟ ايه. وهلا بالفتره الاخيره؟ لا ما حصلش بيننا لقاء.